بعض الامور، وموضوع مهم جدا ان هو فيما يتعلق بصالح جمعه بيعلق عليه الحساب الرسمي يلا كوره على انستجرام، وبيقولوا ان في شرط وحيد هو اللي ممكن يخلي صالح جمعه يشارك في التدريبات، او عفوا هو بيشارك طبعا في التدريبات دلوقتي، يشارك في المباريات الفتره الجايه مع مستر ريني فايلر. هو خلال كلامهم، وهو في الحقيقه كلام اقرب للواقع بشكل كبير وبنسبه كبيره جدا، ان اللاعب بمجرد ما يكون جاهز بدنيا بنسبة كبيرة، سواء في استحواذه على الكرة أو في تحركاته بالكرة أو بدون الكرة، فبالتالي ممكن يلجأ ليه مستر ريني فايلر. وفي الحقيقة احنا في الأخر ما نقدرش نعلق على الرؤى الفنية اللي بتخص كل مدير فني، ده أمر مفروغ للجهاز ككل وللمدير الفني تحديدا مستر ريني فايلر، لكن صالح جمعة أكيد من اللاعبين المميزين، واللي أكيد إن شاء الله في حالة جاهزيته الفنية والبدنية التامة ممكن يكون إضافة للنادي الأهلي حسب رؤية مستر ريني فايلر المدير الفني الجديد.